يعني كان التحدي بالنسبة لي، وحتى أنا قلت ده ريكو، إنه إني أمسك روح الشخصية. فبالنسبة لي أصعب مشاهد هي أول مشاهد، طلعت بقى مشاهد هامة أو مشاهد حتى لو ربط أحداث، دي أصعب مشاهد، لأني ببقى عايزة أبقى كيمي مش حنان، أعيط بطريقتها، أتكلم بطون صوتها، أضحك بطريقة ضحكتها، أحس أحاسيسها. فلو أنا مسكت الشخصية بيبقى بعد كده كل المشاهد عندي سيان، يعني كأنه رسم بياني، بطلع وبنزل جوه روح الشخصية. فأصعب حاجة عندي إن أنا أقفش الشخصية بعد كده، حتى لو في مشاهد الواحد قل شوية فيها أو عالي شوية، بس بقيتي أنت الشخصية فحطيتي المشاهد جوه فريم إن هو مصدق أي حاجة أنت هتقوليها بعد كده. فدي دايماً بتبقى أصعب حاجة عندي، مش مشاهد، الشخصية نفسها هي اللي بتبقى الإيشو بالنسبة لي. بعد رحلتكم الصعبة الممتعة الشيقة المليئة بالفن والجمال والتمثيل والنجاح وحب الجمهور وحب النقاد، شايفين طريقكم اللي جاي ازاي؟ كل واحد طيارته رايحة على فين؟ انت اعتذرتي عن مسرح عشان كان عندك مسرح الفترة اللي فاتت؟ لا انا ما اعتذرتش عن مسرح عشان حاجة، انا اعتذرت عن مسرح لاني كانت الادوار اللي جات لي، ما كنت يعني جالي مع حد مهم جدا وبحبه قوي، استاذ عصام السيد، وانا كلمت استاذ عصام قلت له اتمنى اني لما اتقدم معاك في المسرح يبقى دور غير ده، يعني حلمي معاه يعني متعشمه فيه اكبر من كده. بس عملت مسرح، عملت مونو دراما كوميدي لوحدي على المسرح ساعه الا ربع بعمل كوميديا، ده كان تحدي كبير قوي. وتصور وان شاء الله يتعرض قريب. لا انا شايفه انا متفائله بالرحله، لاني متفائله بالله سبحانه وتعالى، واكيد ربنا ما نجحناش كده من فراغ، يعني اكيد اللي ادانا الموهبه دي وشايفنا بنجتهد ازاي وادانا النجاح ده وحب الناس ده، انا متعشمه فيه خير قوي، وشايفه ان اللي جاي هيبقى خير، واي حاجه جايه انا راضيه بيها جدا يعني ان شاء الله.